الرسائل الإعلامية الرسمية بالتصريح التالي. بداية نقلت تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد إلى فخامة الرئيس وإلى شعب موريتانيا الشقيق. موريتانيا هي بلد المليون شاعر، وعلاقة المملكة العربية السعودية بموريتانيا علاقة قوية سياسيا وأخويا وأكثر من أشقاء، ولكن العلاقة التجارية الاستثمارية لا ترقى إلى تطلعات القادة الشعبين. وأهم ركيزة القطاع الخاص، يعتبر ركيزة أساسية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. فتم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في موريتانيا، وتم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية محددة لدعم هذه الفرص وتسويق هذه الفرص. أيضا كان المملكة استضافت في قبل شهرين تقريبا أو شهر في أول في يناير وفد زيارة تاريخية من وفد من أرباب الأعمال يفوق على 100 شركة ومؤسسة، وهذا التواصل شارع ذو اتجاهين يصحح الانطباعات ويعرف الأطراف على الفرص والتحديات الموجودة لدى البلدين، ويسهل من تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية. الحمد لله لقاءنا كان ممتاز، وموريتانيا ما في شك دولة لها كل المقومات الطبيعية، فلديها ساحل أكثر من 700 كيلو على البحر أو على المحيط، ولديها من المساحة والثروة الزراعية والحيوانية والطبيعة السياحة والمناجم والطاقة، لديها كثير من الفرص. وندعو الله إن شاء الله أن نقوم بواجبنا تجاه موريتانيا وشعب موريتانيا بدعم هذه الفرص وتسويقها وتعزيز التواصل بين البلدين.